بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. بنعمة ربنا نرجع تاني نكمل دراستنا في سفر في إنجيل معلمنا متى، وإحنا كنا شغالين في الموعظة على الجبل، وكنا بدأنا ناخد الجزء الثاني من الجزء الثاني من لوقا من متى 6 الخاص بعلاقتنا بربنا. كنا بدأنا في العدد 24 لا يقدر أحد أن يخدم سيديني، ودي أعتقد خلصنا الكلام فيها لما ربنا بيقول لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر، لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، وقلنا إنه ربنا قالها 3 مرات لا تهتموا لحياتكم دي، قالها في العدد 25 وقالها في العدد 31 وقالها في العدد 34. لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، لأن ولا لأجسادكم بما تلبسون، أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وإلى آخر الكلام. إحنا قلنا برضو فيها إنه هذا الجزء بيتقري علينا في إنجيل قداس الأحد الأول من الصوم، يعني أحد الاستعداد. ربنا بيكلمنا عن الصوم والصلاة والصدقة والأعماق بتاعتها. الأحد الأول ربنا بيدينا النص الثاني من الإصحاح ويكلمنا عن حياة الاتكال عليه، والجزء ده لغاية آخر الإصحاح اللي هو بيقول لنا فيه اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. مسألة هم الإنسان في احتياجاته إذا كان مأكل أو مشرب أو ملبس، دي مسألة ربنا يسوع جاب بالفعل الحاجات اللي الإنسان بيبقى شاغل نفسه بيها، حياته الجسدية، ودي حتى إحنا في الدارج دايما نتكلم عنها، يقول لك عمالين نقول ناكل إيه ونشرب إيه ونلبس إيه، يعني ده الشيء الإيه المعتاد في حياة كل الناس. من الحاجات برضو اللي ناخد بالنا منها إنه أول خلفة لآدم وحواء إذا كان قايين أو هابيل، فواحد منهم راح اشتغل في الزراعة اشتغل فلاح علشان ياكل، والتاني راح اشتغل راعي عشان يلبس، يبقى برضو حتى الاثنين برضو اشتغلوا على ايه؟ اشتغلوا على المأكل والملبس برضو لحياته، حياة الإنسان واحتياجات الإنسان. ويعقوب أب الآباء لما ربنا ظهر له وهو هارب من بيت أبوه ورايح عند لابان، وهو بيندر الندر إنه لما يرجع بالسلامة يبقى المكان اللي ربنا كلمه فيه يبقى بيت ربنا، قال كده: إن كان الله معي وأعطاني خبزا لأكل وثيابا لألبس. يعني هو حتى برضو إيه شاغل باله قوي بمعيشته إيه بمعيشته الأرضية. فربنا يسوع المسيح بيقول لنا ما تشيلوش قوي هم ايه هذه المعيشة الارضية، لاني انا اعولكم وانا ادبركم. فربنا بيقول لنا كتطبيق عملي لمسألة لا تقدرون ان تخدموا سيدين، ايه التطبيق العملي؟ انه احيانا كثيرة الانسان في غمرة قلقه وفي غمرة مشغوليته باحتياجاته ممكن يتحول الأمر فينسى الله الذي يستطيع أن يرزقه أكلا وشربا ولبسا،
وفي الوقت ذاته يتحول المال من وسيلة إلى هدف. ليه؟ لأنه هو طبعا عشان يأكل أو يشرب أو يلبس محتاج أنه يتعامل مع المال. فلما حصر أو لما يحصر كل اهتمامه وكل قلقه في إزاي يلبس أو يأكل إيه أو يشرب إيه، فيتحول الأمر المال على طول يبقى هو شغله شاغل، فيتحول المال إلى ذلك السيد الذي ينافس الله. وهنا يقع الإنسان في المشكلة، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. وياما ناس بالفعل لما يعني بيجوا يبرروا بعدهم عن ربنا أو وقوعهم في ضعفات أو خطايا مرتبطة بالمال، تلاقي على طول الإجابة اللي تيجي على لسانه يقول لك أكل العيش، يقول لك العيال، يقول لك الاحتياجات، يقول لك ما أنا مش لاقي، ما أنا هو بيجد لنفسه مبرر للغلط. لا، يعني التطبيق هنا تطبيق سلبي، لأنه بينما أنا يعني يجب علي أتكل على ربنا وأعتبره سيدي الوحيد، لا أنا بقلل من اتكالي على ربنا وبعتبر المال هو شغلي الشاغل، فيتحول المال إلى سيد. ومتى تحول المال إلى سيد؟ فأنا بديله محبتي، بديله اهتمامي. هنا بتحصل لي مشكلة كبيرة قال عنها بولس الرسول لتيموثاوس أن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثير. ربنا يسوع المسيح بعد كده بيدينا بقى إيه تطبيقات عملية من الحياة. فإدانا نموذجين من المخلوقات بيتكلوا على ربنا بالفطرة، وبالتالي يبقى الإنسان اللي ربنا ميزه بالعقل يبقى عيب قوي عليه إنه هو لا يختار أن يتكل على الله. يعني إذا كان الله بيقدر يعتني بالأمور أو بالمخلوقات اللي هي يعني ملهاش إنها تطلب، ملهاش إنها تشتكي، وملهاش إنها تعقل، فهنا كونها ما بتطلبش وكونها ما بتشتكيش وكونها لا تعقل الأمور، ده في حد ذاته بيمثل تسليما كاملا لله. وهذا التسليم يلزم الله انه يعتني بيها. واخدين بالكم الحته دي؟ هذا التسليم يلزم الله انه يعتني بيها. طفلك الصغير انت بتجد تجاهه الالتزام انك لازم تعتني بيه، لازم تعتني بيه. عيلك لازم تاكله وتشربه وتلبسه لانه هو مسلم لك حياته، فانت بتجوع عشان هو يشبع. انت ممكن ما تلبسش وهو يلبس، انت ممكن ما ترتاحش وهو يرتاح. ليه؟ ده التزام، التزام الرعاية والتزام الأبوة. فلو انت ما عندكش تسليم لربنا مش هتتمتع بهذه العناية. عشان كده دايما يقولوا حياة التسليم تلزم الله بالعناية بيك. احفظوها كده، حياة التسليم تلزم الله العناية بيك. ليه؟ لأنه أب، لأنه راعي، لأنه كتب على نفسه العناية بخليقته. ممكن نولع التكييف حاجة بسيطة فيه؟ مش عامل حاجة عشان الناس، أصل أنا قاعد أشوفهم هم عرقانين ومسقطين، فيعني ولع لهم حاجة بسيطة كده يعني. وخليك على طول حساس كده، قرون الاستشعار بتاعتك خليها تحس بالناس وتطفي وتولع، بحيث ايه يعني نقدر نبقى قاعدين متكيفين كده بدل ما احنا قاعدين بتسقطوا مني كده يعني. يبقى هنا حياة التسليم تلزم الله بالعناية بي. تقدر ربنا يقول لهم بقى ادانا ربنا يعني شوية حاجات مهمة خالص. اولا انا عندي ثلاث نقط مهمين. اول حاجة في دليل منطقي، في دليل منطقي. بيقول ربنا ايه؟ يقول ربنا الحياة افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس. يعني ايه الكلام ده؟ اليست الحياة افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس؟ الحياة والجسد، او الحياة التي اعطاها الله للجسد، او الجسد الحي بالحياة اللي ادها له ربنا، الحياة والجسد دي الامور اللي هي الايه الأهم في حياتك.
اما بقى الطعام واللباس فدي الامور الابسط في حياتك. فالمنطق يقول اللي اعطاك الحياة الا يصون لك الحياة؟ يبقى هنا الحياة افضل من الايه؟ من الطعام، لانه اداك الحياة فهيديك الطعام. واخدين بالك؟ مفيش واحد مثلا اللي اخترع لنا العربية، مفيش معنى ان هو يخترع عربية ولا يوفر لها الوقود اللازم انه يمشيها. يا فرحتك بعربية عملتها وايه وقف بتتفرج عليها، يبقى اسمها عربية؟ امتى تبقى اسمها عربية؟ حط فيها وقود العربية تمشي وتخدمك وتخدم الناس. اذا الله خلق الحياة، اعطاك الحياة، فلابد ان هو ملتزم ان هو يعطيك الايه؟ الطعام وقود الحياة، منطقية. الله اعطاك الجسد، اكيد ربنا لما اعطاك الجسد هشوف الجسد ده محتاج سترة، فاللي اداك الجسد الا يسترك؟ بالتالي اداني الجسد يعمل ايه؟ يعتني بي ويعطيني ايه؟ ويعطيني اللباس، اي يعطيني ايه؟ الستر. يبقى هنا اعطاني الحياة الا يصونها او يعطيني مقاومتها؟ اعطاني الجسد الا يكسوه؟ الاجابة منطقية، لا، انا لازم افهم ان حياتي الله يصونها لي وجسدي الله يعطيني او يرزقني ما يسترني. طيب في حاجة كمان، في برضو ادلة معقولة، معقولية يعني. يعني ايه ادلة معقولية؟ يقول مثلا ربنا انظروا الى طيور السماء، وبعد كده هيقول لنا تأملوا زنابق الحقل. انظروا الى طيور السماء وتأملوا زنابق الحقل، الاتنين هتحسوها ايه؟ هتحسوها ربنا بيديها لنا كدليل منطقي. عايز يقول شوف الانسان، طيور السماء دي انظر اليها، وحتى تاخدوا بالكم الحتة، طيور السماء بتطير، فيليق بيها لفظ ايه؟ انظروا. ليه؟ هتبص لها وهتطير. لكن الزنبقة اللي على عود مزروع او عود نباتي، ايه اللي هيحصل؟ هي قصاد عينك تعمل فيها ايه؟ تتأملها. طيور السماء على انواعها كثيرة، فانت هتنظر لها عمالة تطير، هتفهم عنها فهم معين، يعطيك معقولية اهتمام الله بيك. وكذلك تأملك في زنبقة الحقل او السوسنة الصغيرة الزرعة الجميلة لونها ابيض او لونها اصفر او فانت او هتنظر اليها بتأمل، هتكتشف ان مختفي وراء حياة الطيور او حياة الزنبقة او جمال الزنبقة مختفي اوي 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 عناية الله ورعاية الله. فبيقول انظروا الى طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن، ابوكم السماوي ايه؟ يقوتها. ابوكم السماوي يقوتها، فانتم افضل من ايه؟ من هذه الطيور. الستم انتم بالحري افضل منها؟ يمكن سمعتوا مني قبل كده في عظات الصوم الكبير لما قلت لكم مره مقدمه شريط فيديو شريط ترانيم زمان، فكان يقول سأل عصفور صديقه، اتنين عصافير طايرين كده في الهواء فرحانين بالهواء يعني، فسأل عصفور صديقه لماذا يصاب البشر بأوجاع وأمراض وضغط الدم والسكر والقلق والهم وبتاع. عصفور التاني كان شقي، فقال له يبدو يا صديق أنه ليس عندهم ذلك الإله الذي يعتني بي وبك. فأنا كتبت حتى كده طيور السماء تسخر منا، تسخر منا، والناس دي مالها؟ العصفورتين طايرين فوق، الناس دي مالها؟ قلقانين ليه كده؟ فرد التاني قال له ما عندهمش الإله اللي بيعتني بيا وبيك. شوف احنا بننزل ونلقط ونروح ونطير، مش بنعلم شونة القمح اللي خدنا منها النهارده، مش بنعلمها ونيجي بقى ونقول هنرجع لها تاني، لا 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 خالص. هو لقط على قد ما بياخد وطار. طب الوجبة اللي جاية هتبقى فين؟ يقول لك انا مش هشغل بالي، انا مش هشغل بالي، انا عندما اجوع هعمل عيني كده الاقي تحتية رزق، اروح نازل ملقط وطير تاني. ده بقى اهتمام الله بايه؟ اهتمام ربنا بالطيور دي، اسمها يعني معقولية، يعني الله يعتني بكل خليقته وانت من خليقة الله، وبالتالي ما يجبش ابدا انك انت ايه تشيل، ما يجبش انك انت تشيل الهم.
لا تحصر اهتمامك في الجسد، لا تحصر اهتمامك في الجسد. وده مش معناه انك انت لا تجتهد، مش معناه انك انت لا تعمل. ما هو يروحش واحد يقول لك خلاص بقى دبونا قال ربنا بيرزقنا، نقعد بقى لا نروح شغل ولا نروح حاجه، ونقفل الدكان ومحدش يتعب ولا حد يسعى، ورزق يجي لك لغايه عندك. لا، محدش قال كده. من لا يعمل لا ياكل. بس اعمل وانت متكل على مين؟ على ربنا. ما تخليش اهتمامك بس الموضوع ده ينسيك ربنا العاطي والرازق لجميع الخيرات. يعني ما يتحولش الاهتمام الى هم، وما يتحولش المال من وسيلة الى هدف. هي دي مهمة خالص. وانا فهمتكم قبل كده في فرق بين ان انا اهتم to care، وان انا اشيل الهم to worry. تفرق دي عندي. to care دي مطلوبة، واللي ما يعملهاش يبقى مقصر ومخطئ. لكن to worry اللي ينزعج هو ده اللي غلطان، وساعتها يعني يبقى مش حاسس بعناية الله له. يعني ده يعني ناخد بالنا من حتة دي. بعد كده ربنا يقول بقى في برضو ايه، يعني احساس بسلطان الله على مقادير الحياة. يعني ايه مقادير الحياة؟ يقول مثلا من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنادق الحقل كيف تنمو ولا تتعب ولا تغزل. ولكن اقول لكم ان سليمان في كل مجده ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه. حكاية المقادير دي هي فكرة ايه؟ من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدا. مين يقدر؟ يعني القامة، خد بالكم، قامة الانسان طول الانسان، فقامة الانسان دي خاضعة لمقاييس او مقادير معينة. ربنا خلقني كده، خلقني كده، واداني تكوين جسدي طبيعته كده، جيناتي طبيعتها كده، خدتها بالوراثة، خدتها باي حاجة، المهم انا كده، ربنا خلقني كده. هل الانسان يقدر يعني من نفسه كده لو اراد ولو اهتم ولو سعى ولو اجتهد يقدر انا عايز ازود نفسي 10 سنتي او 20 سنتي او 30 سنتي؟ يقدر واحد مننا يختار لنفسه ان هو يطول دراع عن دراع مثلا؟ يعني اكيد لا. اذا هنا الله له سلطان على الحياة، له سلطان على الحياة. فانت هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ الله خلقك، الله جبلك، الله اعطاك وجود له حدود وله مقادير وله معايير وله نظام وله 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 وله. يبقى انت شيلك الهم ده مش هي ايه، مش هيغير في حاجة. هتلاقي نفسك في الاخر انت محتاج تسلم حياتك لربنا. وراح جاب لنا بقى مسألة اللباس، وجاب زنبقة الحقل. زنبقة الحقل دي يمكن الطيور بتطير، لكن زنبقة الحقل مرتبطة بايه؟ مرتبطة بنبات، مرتبطة بزرعة، فلها مقادير، لها مقادير. يعني لها مقادير، اصل معناها مقدرات يعني، فلها مقدرات، هي مربوطة بزرعة. فتبص تلاقي فيه زنبقة تنمو، وبعد كده عند وقت معين يجرى لها ايه؟ تذبل، تقع، تذبل، تموت، يجمعوها، يحرقوها. دي زنبقة الحقل تعمل كده، واحدة كبيرة، واحدة صغيرة، نبات طويل ونبات صغير، نبات قصير، وهكذا. ايه ما بنشوفش زنبقة انها ترجع تشتكي وتقول ربنا ما ادانيش جمال، او ربنا ما كبرنيش، او ربنا ما عملنيش. هي زنابق الحقل تشهد وتعلن ان فيها بصمة الخالق. ده اذا جاز كلمة بصمة، لما ندوش بصمات، لكن اقصد علامات، علامات الخالق فيها كده. يعني الله خلقها بهذا الجمال. فهنا بيقول برضو الكتاب يعني سليمان في كل مجده ما لبسش زيها في بهائها وفي جمالها. يعني واخدين بالكم؟ وتأملوا، بلاش الزنابق، يمكن الناس ما بتشوفش السوسن ولا الكلام ده. اي وردة، اي زهرة، بص فيها يا حبيبي، بص فيها، شوف الجمال اللي موجود فيها. قول ايه ده اللي ادالها هذا الجمال؟ قال ما يقدرش يكسوني ويدبر لي كساء الجسد
واهتمام الجسد، ما يحصلش هذا الكلام. وده ايه بقى؟ سامحوني، ده عشب العقل اللي هو بيجمع، يوجد اليوم ويطفح غدا في التنور. ما هي الزنبقة دي على طول، ما هي مش ثمرة، ده مجرد زهرة تطلع ريحتها حلوة وبعد شوية بتدبل وبتتحرق، خلاص راحت. ده عشب العقل. إذا كان عشب العقل ده ربنا بيلبسه كده، بيلبسه الجمال ده اللي هو يتفوق على سليمان في كل مجده، يبقى أنت الله ألا يعتني بيك؟ أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ يبقى هنا ربنا بيقول لنا حتة قلة الإيمان تعمل لي مشكلة. إحنا بالنسبة للطيور ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ربنا عايز يقول يا قليل الإيمان. ولما يقول لنا بالنسبة لزنابق الحقل أفلا يلبسكم بالحري جدا، ها، يا قليلي الإيمان، يعني عايز يقول أنتم أفضل من الطيور وأنتم أفضل من زنابق الحقل. يبقى بالتالي الله يعتني بيكم من جهة المأكل والمشرب، ويعتني بيكم من جهة الملبس، بس عليكم انكم ايه؟ تسلموا له حياتكم. فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس. التلات احتياجات اللي الانسان بينغلب منهم، اكل ايه، اشرب ايه، البس ايه. فان هذه كلها تطلبها الامم، هذه كلها تطلبها الامم. ليه ربنا قال تطلبها الامم؟ لان آلهة الامم ضعيفة، آلهة الامم ضعيفة. يمكن كلمتكم قبل كده في الحتة دي، آلهة الامم ضعيفة، ما يقدرش الانسان اللي بيعبد آلهة وثنية ما بيقدرش ينام وهو مطمن، لانه شايف الاله بتاعه اللي بيعبده ضعيف. اذا عبد الشمس بإلهة بتغيب، هو في اله يغيب؟ في اله بينام؟ اذا عبد القمر يلاقيه احيانا بيغيب واحيانا يتخنق، وعمال يصغر، مرة يبقى هلال ومرة يختفي خالص ومرة يكبر يبقى بدر. ايه الاله اللي عمال بيمر باطوار مختلفة ده؟ ده اله ضعيف، ده اله ضعيف. فآلهة الامم ضعيفة. ولما كانت تحصل حروب ويخش مملكة على مملكة ويروحوا موقعين الصنم بتاعها، الله، ايه في اله يقع الوقع السودة ديت؟ اذا آلهة الامم ضعيفة. فاللي بيتاكل على آلهة الامم بيبقى مش واثق ان الهته هتحميه وهتاكله وهتشربه وهتلبسه وتضمن له معيشته، فيبقى ساعتها يقلق على هذه المعيشه. لكن نحن الهنا ليس اله ضعيف، الهنا ما بينامش، الهنا ما بيختفيش، الهنا ما بيوقعش، حاشا، الهنا ما بيغيبش، الهنا مش بعيد، الهنا قريب منا جدا. وبالتالي يبقى من العار على إنسان يؤمن بحضور الله في حياته، من العار أن يقلق قلق الأمم على معيشتها. ليه؟ لأن آلهة الأمم إيه؟ آلهة ضعيفة، آلهة ضعيفة. شفتوا فيلم مرمرقس لما دخل على الصنم وعمالين يعني عباد الصنم عمالين يدافعوا عنه، فمرمرقس قال له إيه؟ قال له إذا كنت إله حقيقي خليك مكانك، إذا كنت إله حقيقي خليك مكانك، وقع، لأنه مش إله حقيقي. لكن إحنا إلهنا إله حقيقي، أب حقيقي، يستطيع إيه؟ يستطيع أن إيه؟ يهتم بي. وهنا بقى تيجي نقطة مهمة خالص، إن معنى إن أنا أقلق يساوي إهانة لله. تخيلوا بقى، معنى إن أنا أقلق يساوي إهانة لله. ليه؟ معنى إن أنا بقول بمعنى عملي أن إلهي ضعيف لا يقدر أن يعتني بي. بس على طول أنا غيبت ربنا، طالما أنا بشيل هم نفسي وطالما أنا قلقان قوي على أكلي وشربي ولبسي، يبقى أنا بعتبر ربنا مثل آلهة الأمم، إله ضعيف. ما يجب أن أنا أراجع نفسي وإيه ويعني أتوب عن هذا الأمر. كان جالي سؤال المرة اللي فاتت بيقول هل عيب أن الإنسان يدخر جزءا للظروف بعد سداد كل العشور وعمل كل الخير؟ لا طبعا مش عيب،
مش عيب. مسألة الادخار دي مسألة تدخل تحت بند تو كير، يعني الاهتمام، انك تهتم. كلنا بنعمل حساب بكرة طبعا، بتربوا عيالكم وبتعملوا حساب مرض يجي بعيد عنكم، ربنا يديكم كل صحة وكل نعمة، تعملوا حساب متغيرات الحياة، متقلبات الحياة بالنسبة ليكم ولعيالكم ولأهلكم وللناس و و و و و مش عيب أبدا، مش عيب أبدا، حتى انك انت تحقق لنفسك قدرا من الرفاهية يفرحك ويمتعك، لأن الله خلق لنا أشياء للتمتع في الحياة، كل ده مش عيب. كل واشرب والبس وتفسح وتمتع واركب عربيات واعمل كل حاجة، بس اعمل كل ده زي ما انت كاتب كده بشطارة، بعد ما الواحد بيخلص كل اللي عليه من اذا كان عشور ولا بكور ولا عمل الخير ولا ولا، ومن فائض خيرات ربنا عليك عيش وتمتع، مفيش مشاكل خالص. بس هو تعمل كل ده وانت بقى ايه متكالب على المال وناسي ربنا؟ لا، انا بكلم واحد ايه فاهم يعني ايه ربنا والحياة مع ربنا، وربنا مباركه ومديله الخير، ايه المانع انك انت تتمتع بالحياة؟ ربنا خلقنا عشان نتمتع بالحياة، لكن ما اعملهاش وانا ايه جاي على حساب ربنا خالص، وما اعملهاش بعبودية للمال. لكن لا، واحد ماشي صح في حياته متكل على ربنا وبيشوف التزاماته الروحية تجاه ربنا وتجاه بيت ربنا وتجاه الفقراء والمساكين و و و و و و ومش مقصر في اي حاجة من دي خالص، ولا في كل امور عبادته وربنا مديله، افرح، مش مشكلة خالص. واضحة؟ فان هذه كلها تطلبها الامم. وبعدين راح قال لنا الفرق بين آلهة الامم وبين الهنا، يقول ايه؟ لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون ايه هذه كلها. اصل آلهة الامم لا تعلم ان تبعيها يحتاجون هذه كلها، بل بالعكس ده آلهة الامم تبتز الناس تبتزها. فاكرين القصة بتاعت دانيال وبال الوثن؟ تقراه في تتم سفر دانيال، انه ايه بال الوثن ده يحطوا له كل يوم كل يوم اكل بقى، لحوم وخمر ودبايح اصله بياكل. آلهة الامم كده بتاكل، طبعا هو بياكلش، ده صنم ما بياكلش ولا حاجه، لكن هو عمل ايه؟ هو استعبد الناس واستبد بالناس، لانه شيطان راكب فيه. ربنا بتاعنا مش بتاع كده، بالعكس ده احنا مش ياخد منا، ده ادانا حتى ابنه بذله لاجلنا اجمعين، افلا يهبنا معه كل شيء؟ يقولك الذي بذل ابنه عنا اجمعين افلا يهبنا معه. رومي 8 بولس يقول هذا الكلام، الله يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها. تخيل بقى، دي ابوة الله يا جماعة، دي ابوة الله، واحنا صغيرين كلنا اختبرناها مع ابائنا. ازاي الواحد يبقى بينام ويلاقي ابوه وامه مدبرين له كل حاجة، مدبرين له كل حاجة؟ احنا اختبرناها واحنا صغيرين، واختبرتوها مع اولادكم واحفادكم، ازاي الواحد يبقى ولا على باله لكن شايف واحد تاني ايه مشغول بيه وبيدبر له كل حاله، اذا كان مأكل مشرب ملبس علاج مدرسة مش عارف ايه، عشان في الاخر خالص الله اولادنا للحياة حاسين بأبوة وحاسين برعاية وحاسين ان احنا يعني ايه كنا عارفين باحتياجاتهم. العلاقة بين الطفل الصغير وابوه يجب ان تكون نفس النسبة في العلاقة بينك انت وانا وبين مين؟ وبين ربنا. الله ابانا السماوي يعلم انكم تحتاجون هذه. وهنا يقول اباكم، ودايما يتكلم في الحتة دي ياخد الله كأب، لانه بيتكلم عن عناية ورعاية، فجاب اللقب اللي يفيد ايه؟ اللي يفيد الرعاية والابوة، او الرعاية والحماية، اللي هو الايه؟ الابوة. خف التكييف يا فارس. وبعدين يقول هذه كلها، الهكم يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها، لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها ايه تزاد لكم. اطلبوا اولا ملكوت الله وبر، يعني خد بالك، خلي كل اهتمامك بانك تكون جوه دايرة الملكوت،
ده جوه دايرة الملكوت، يعني ملك الله عليك، يعني سيادة الله على حياتك، يعني قيادة الله لحياتك، يعني تمتعك بملكوت الله جوه الكنيسة، يعني رجاءك في ملكوت السماوات الأبدي. خلي هو ده، خلي ده مطلبك، علاقة حلوة بربنا في الحياة تعلن سيادة الله عليك وقيادة الله لحياتك، تمتع بوجودك جوه الكنيسة ملكوت الله على الأرض، ورجاء في أبدية سعيدة أنت تحياها. وده معنى ليأتي ملكوتك على فكرة بتاعت أبانا الذي في السماوات، ومعناها كده ليأتي ملكوتك. أنت بتطلبها إزاي ليأتي ملكوتك؟ اطلبه أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. خلي الأولوية دايما لإيه؟ لملكوت الله. فلا تهتموا للغد، تعجبني قوي للغد مش بالغد، تفرق قوي اللام دي، ها؟ فلا تهتموا للغد، ما تشيلش هم بكرة. الغد يهتم بلا لنفسه، بنقول احنا بالبلدي بكرة يحلها ربنا، يعني ها بكرة يحلها ربنا، بكرة يدبرها ربنا. خلي ده في لسانكم باستمرار، التدابير دي بتاعت ربنا. وبعدين يقول لنا ايه؟ يكفي اليوم شره. يعني ما تستعرش من بكرة هموم لسه ما جاتش، ما تستلفش من بكرة، انت ناقص، ما كفاية اهتمام اليوم، ما كفاية اللي وقعت فيه النهاردة، ما كفاية ضعف الإيمان بتاع النهاردة، تضعف تاني البكرة ما ينفعش. يكفي اليوم شره، يعني انت عيش الحياة بمعاناتها بصراعاتها بأتعبها، واجهها النهاردة بمنطق الإيمان، وما تقلش على نفسك بقلق جديد يخص بكرة. حاجة غريبة صحيح، حاجة غريبة. حتى علم النفس، علوم القيادة، يعني يقولوا كده في علاج القلق، يقول لك لا تعبر جسرا لم تصله بعد. يعني الواحد مثلا احنا قاعدين هنا ويقول لك ايه، في امبابة عندنا مش عارف مشكلة هيحصل فيها كذا. طب احنا بينا وبين امبابة ايه؟ لسه مشوار من هنا للكورنيش. تقعد انت هنا وشايل هم اللي بعد كوبري ودي الفرج كمان، يا حبيبي لما توصل اول الكوبري حلها ربنا. لا تعبر جسرا لم تصل الى اوله ايه، الى لسه بكرة ده ما جاهش، تشيل هم بكرة، وبكرة ده بتاع ربنا مش بتاعك. فاذا سلم حياتك لربنا، اذا كان اليوم او الغد سلم حياتك لربنا، خصوصا انك بتقول لربنا خبزنا الذي للغد اعطينا ايه، اعطينا اليوم بحسب ما علمنا له. فاذا انت القصة كلها في هذا الجزء قصة ايمان وثقة في ابوة الله الذي اعطاني الحياة، فبالتالي يرزقني بطعام الحياة مقومتها، الذي اعطاني الجسد الاهم قادر ان يغذي وهذا الجسد ويكسو هذا الجسد، الاهم اداني الاهم فيعطيني المهم، المهم ان انا لا اقلق. طيور السماء تسخر مني، تبصلي والطير ساخرة مني، لانها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن مثلما يقلق الانسان، ومع هذا الله يعتني بيها، يبقى بالتالي يعتني بيا انا ايضا. تمام؟ بتهتم بلباس الجسد، بص الى زنادق الحقل، لا بتتعب ولا بتغزل ولا بتخيط ولا بتشتري جاهز ولا بتروح للترزي ولا حاجة من دي خالص، ومع هذا الله يلبسها ما يفوق بهاء سليمان. يبقى انت تقدر برضو تتكل على ربنا الذي يستطيع ان يستر الجسد ببهاء او بلباس جميل، بس خلي عندك ايمان في ربنا. قلقك يعني ان الهك ضعيف لا يعلم احتياجاتك، قلقك يعني هذا، ودي بتاعة الامم. ففي اهانة لربنا لما انت تشيل الهم تعتبره من الهة الامم الضعيفة. لا، الهي مش ضعيف لانه ليس من الهة الامم، كل الهة الامم شياطين كما قال الكتاب، لكن الهي اب حنين سماوي، ها، اب غير محدود، اله غير محدود في عطائه وفي محبته، ها، في صلاحه وفي قدراته، وفي لم يبخل علي بابنه، وبالتالي لا يبخل علي بأي عطاء جسدي
وبالتالي لا يجب ان انا اشيل الهم. اهتم ولكن لا احمل الهم، لا انزعج للغد لكني اهتم للغد، تمام؟ وبالتالي يبقى كل رجائي في ملكوت السماوات، هلاقي نفسي اللي انا عايزه ربنا بيدهوني ببساطة خالص، زي ما بيقولوا تزاد لكم، بمعنى انها ايه يعني حاجة كده هتاخدها فوق البيعة زي ما بيقولوا يعني. المهم انك انت تطلب ايه؟ ملكوت السماوات. لا تهتم للغد، دع الغد يهتم بما لنفسه، لما يجي بكرة هتمشي الامور ما تقلقش، يكفي اليوم شره، واجه انت بس اليوم باتعابه ومتغيراته، ولا تستعير من الغد هموم جديدة بالقلق على غد لم يأتي بعد، لكن عيش يومك، افرح بعمل ربنا، افرح بالنهار اللي بيطلع عليك، افرح بستر، افرح بعطاياه، وسيب بكرة لما يجي بكرة ايه يبقى يحلها ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، امين.